قطايف الشوفان، بنجيب كوب من الشوفان بنطحنه ناعم، أو بنشتري دقيق الشوفان جاهز من السوق. نوضع عجوة التمر نصف كوب، وماء ربع كوب، وزبدة ربع كوب، وبنوضع الماء مع الزبدة على حرارة هادئة لمدة 3 دقائق، بندوبهم، وبنوضع عجوة التمر، بنوضع الشوفان مع بعض، بنحركهم، وهيك المكونات صارت جاهزة. بنوضعها على ورقة زبدة وبنفردها. نوضع الحشوة اللي احنا بنحبها، مكسرات، جوز الهند، قرفة، مثل هيك. يعني الموضوع كتير سهل، بنحشيها وبنسكرها وبنشغل الفرن على 180 درجة مئوية، بياخد تقريبا 15 دقيقة. كتير الموضوع سهل وبسيط. في عند أكتر من 500 وصفة صحية. زي انتم معنيين بالغذاء الصحي، اشتركم حتى يوصلكم كل جديد. هيك بنتركها حتى تبرد، هاي كل المكونات جاهزة على الشاشة، شايفين كتير كيف، أكتر من روعة. في أمان الله.